السلام عليكم مشاهدينا الكرام. بعدما أعلن محمد الريفي الصلح مع والدته وطي صفحة الخلاف مع شقيقه التوأم خلال عيد الأضحى المبارك، تعود من جديد الخلافات والصراعات، بحيث أن محمد الريفي ذهب رفقة عائلته إلى مخفر الشرطة لأسباب يجهلها الجميع. وحسب ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فالريفي في صراع مع زوجته، وقد يؤدي الأمر إلى الطلاق بينهما. يعني خلاف كبير اللي كان وقع في ساعات أولى، ما عرفناش الأسباب ديال هذا الخلاف، يعني أسباب مجهولة، لكن هو الآن مع الإخوة والأم ديالو وبعض العائلة ديالو اللي كيحاولوا يقنعوه باش يتوجه معهم للمنزل ديالو، لكنه كيرفض تماما التوجه، وهما الآن لا يزالون أمام الكوميسارية ديال هاد المنطقة هذه، في حين الزوجة ديالو خرجات وخذات طاكسي أحمر وتوجهات للمكان اللي مشات ليه، يعني وخلاته هو الآن في صراع مع العائلة ديالو. الصورة كيحاولوا على أنهم يقنعوه، كنظن على أنهم قنعوه وركب معهم في السيارة وغادي يتوجهوا للمنزل. كنظن انه رفض ومشات السياره، لكن هو الان مازال مع احد الاشخاص من العائله. كيف كتشوفوا مشاهدين الكرام، مازال في حوار مع احد العائله ديالو باش يقنعه ويحاولوا انه يمشي معاه، لكن مازال كيرفض. Thank you.